كيف ما كيعرف الجميع كانت عندنا عرفنا غتكون عندنا مقابله صعيبه ضد فريق المغرب الفاسي، فريق يعني عنده تاريخ، عنده تاريخ كبير وفريق كبير في الساحه الوطنيه. سجلنا هدف الاول ما عرفناش كيفاش نحافظوا عليه، دوزيام ميطون شو لوكازيون ديال جوفيل وديال مبنزا ما تكلوش بالنجاح. كنظن ان نقطه حتى هي مزيانه خارج الملعب خلاتنا في الصداره الحمد لله. عندنا ماتش نهار الاربعاء، عندنا ماتش نهار الاحد ان شاء الله ضد فريق اولمبيك خريبكا، حقوا فيه 3 نقاط ان شاء الله باش نبقاو غاديين في الصداره مزيان ان شاء الله. لا بالعكس كنجريو ماتش بار ماتش، الدراري عارف المسؤوليه اللي عليهم. حنا دابا كن مركزين على الدوري اللي هو من الاهداف ديالنا هذا الموسم. حنا مقابله ديال النهائي غنفكروا فيها حتى لورا الماتش ديال اولمبيك خريبكا ان شاء الله، وديك الساعه غنفكروا في مباراه نهائي. دابا عندنا مقابله صعيبه ضد اولمبيك خريبكا، خصنا ان شاء الله نجيبوا 3 نقاط منها باش نبقاو غاديين مزيان في الصداره.